أما قتال الدفاع، يعني لو أن أحدا صال عليك في بيتك يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك مثلا، فإنك تقاتله، قاتله كما أمرك بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سئل أن الرجل يأتيه إنسان يقول أعطني مالك، قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال إن قتلك فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال إن قتلته فهو في النار، لأنه معتد ظالم حتى وإن كان مسلما. إذا جاء مسلم يريد أن يقاتلك يخرجك من بلدك من بيتك قاتل، إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد. لا تقول والله كيف أني أقتل مسلم، كيف أقدم على قتل مسلم، هو المعتدي. ولو كتفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا دينا لكان المعتدون لهم السلطة وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحه. ولذلك نقول هذه المسألة ليست من باب قتال الطلب. قتال الطلب معلوم أني ما أنني لا أذهب أقاتل مسلما أطلبه، لكن أدفع عن نفسي ومالي وأهلي ولو كان مؤمنا، ما هو مسلم فقط، لو كان من أعظم الناس إيمانا، مع أنه لا يمكن أبدا أن يكون شخص معه إيمان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا إيمان لإنسان بقاتل المسلمين إطلاقاً.